un mot pour Iman Khalifi s'il te plaît. عندي ما نقولها ليها باسكو على بالي ما راحش تسمع الهضره ديالهم وراح دير لي فراسها وقويه بزاف وراح تجيب لا ميداي دور للجزائر ان شاء الله. الحاله اللي راهي تعيشها دوكا ايمان راني نعيشها صافي لونط. وعلاش يشبهوها لراجل؟ لا جالوزيا الغيره باسكو راهي ناجحه باسكو راهي قويه باسكو راهي لاحقه القمه وباسكو على بالهم بلي ما يقدرولهاش. الشعب تاعنا نص تاعهم سي دي بوكريت من الاخر رانا نشوفو ورانا عايشين فيهم باسكو الشعب تاعنا من بكري راهم يقولوا لها بلي هي راجل ماشي حتى دوكا كي لحقت لي جوج اولمبيك تاع فرنسا. مي الفرق وراه دوكا خرجوا كاع باش يساندوا فيها وعلاه باسكو راهي في فرنسا ما راهيش في الجزائر. ما هذه كي تلحق البلاد الاخر تقولها فيها النيف والخساره. دونك الشعب واش فيهم؟ فيهم الغيره كي يشوفوك بديت تنجح وراح تنجح ماشي يحوسوا على لي ديفو تاعك يحوسوا يكاسيو فيك باسكو حنا عندنا كاع لي ديفو حتى واحد ما راهمش نكمل. انا راني كيما انت ديما يشبهوني للراجل علاه باسكو وين راني دوكا جبتو بالنجاح ما جبتوش بلي ديفو ما جبتوش باسكو تشبهوني للراجل ما جبتوش باسكو جبهه تاعي كبيره ما جبتوش باسكو راسي كبير ما جبتوش باسكو ديما راني قاعده تخدم وما تسمعش الهضره تاع الناس راح تنجح والله. هو يجي باش يكاسي فيني بالهضره الزايده وانا راح نكاسي فيه بالخدمه بالنجاح. دونك ايمان خليفي ما تسحقش المسانده تاعنا باسكو ماشي اول مره ينتقدوا فيها بالهضره كيما هذه راهي موالفه. دونك مادام ما تسمعش الهضره تاع الناس راح تنجح. 1 2 3 فيفا الجزائر.